هعمل النهارده جمبري بصوص البرتقال، عسل، جمبري وسط متنضف، عصير برتقال، برتقال فريش، شبت وتوم، وطبعا هيبقى فيه ملح وفلفل وزيت. طاسة على النار، زيت زيتون، معلقتين ثلاثة، هاخد معلقة من الفلفل الأسود، وهاخد نص كمية التوم احطها هنا، والنص التاني هنا، اقلب الجمبري كده مع التوم والفلفل، مش هحط ملح، احط ملح في الاخر عشان ما ينشفش. اقلب كويس كده، شويه من الشبت. ممكن احط الشبت مع الجمبري عشان الشبت عاده لما بيتحط على النار بيمرر، بس الجمبري ما بيلحقش يقعد على النار كتير، فالشبت مش هيلحق يمرر. احط الجمبري يستوي، وصله كده كويس لحد يبقى مساوي للطاسة عشان يستوي كله. هقطع البرتقال اقلب الجمبري، حاول نتأكد ان كل الجمبريات اتقلبت على الناحية التانية عشان تستوي. دلوقتي ممكن احط شوية من الملح، هاخد بقى ايه عصير البرتقال، لو عايزين صوص بتاع البرتقال يبقى تقيل كان ممكن نحط بولة ونحط فيها شوية من النشا او شوية من الدقيق ونقلبهم مع البرتقال ويتحط، بس انا افضل ان هو يبقى الصوص عادة مش لازم يبقى تقيل، يعني مش دايما عشان الصوص يبقى حلو يبقى تقيل، الا لو صوص جبنة بنبقى محتاجين نزود الجبنة عشان يبقى تقيل. ابتداء من دلوقتي نقدر نطلعه على حسب بقى عايزين قوام الصوص عامل ازاي، عايزينه يتقل اكتر من كده هنسيبه على النار، انا شايف ان هو كده بالنسبة لي كويس، اللي عايزين يتقلوه لو عايزين برضو يتقلوه نحط، بس اهم حاجه النشا او الدقيق مش دلوقتي قبل ما نحط عصير البرتقال، لو اتحط دلوقتي هيعمل كلاكيع. حط بقى شويه من الشبت كمان، طلع بس الجمبري فوق كده، هاخد معلقه احط عليه حبه كده صغيرين من العسل.